المساحة المزروعة مليون فدان تساوي تقريبا فعلا الثلاث محافظات زي ما قال الرئيس، قال 700 تحديدا حوالي اثنين محافظة، اذا فال 300 تأثر المليون تقريبا يساوي ثلاث محافظات. يبقى الرئيس اتكلم على ايه؟ اتكلم على المية، ده واحد، اتكلم على ترشيد استخدامات المياه، اتكلم على الري الحديث، اتكلم على عمل ابحاث ضروريه جدا عشان اقدر اوصل الى منتج يلبي احتياجات السوق المحلي، زي ما اتكلم على ايجاد او تكثيف من السكان في هذه المناطق. اذا لازم اعمل نشاط زراعي وانشطه مرتبطه به وانشطه تصنيع و و و و حتى استطيع ان انا اعمل ايه؟ انقل كتل سكانيه. معايا على التليفون دكتور علي اسماعيل، عضو لجنه تحديث الري بوزاره الزراعه واستصلاح الاراضي. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا استاذ. ازاي الصحه يا فندم؟ ازاي سيادتك يا فندم؟ كله تمام؟ والله الحمد لله، ومصر كلها النهارده المفروض بتحتفل بهذا اليوم المجيد. والله انا بقول كده، حصاد القمح لازم، ده يوم عيد لازم نعترف بهذا الشيء. والله انا بقول كده، احنا واحنا كبرنا على الاغنيه الشهيره القمح الليله ليله عيده. تمام. إلى مش كبرنا، خلي بالك، تحقيق الاكتفاء الذاتي وحلمنا ان احنا نصل الى جزء كبير من سد الفجوه الغذائيه، وخاصه مع اكبر محصول استراتيجي بيأثر فينا، ده موضوع حلم لينا كلنا، كلنا لازم نساعد وكلنا لازم نفرح ان احنا بنحقق فيه خطوات وماشيين في الاتجاه ده بشكل جيد يعني. طيب، يعني وباعتبار حضرتك احد اهل ورجال الاختصاص، بل من كبار رجال الاختصاص في هذا الامر، ترى دكتور علي ان احنا بنقرب من مسألة اكتفاء ذاتي من القمح؟ واذا كان الامر كذلك، يعني اقدر اقول باذن ربنا سبحانه وتعالى قدامنا قد ايه؟ بص يا فندم، الكلام اللي انت شوف في إرادة سياسية، خلي بالك من النقطة دي مهمة جدا. في إرادة ايه؟ سياسية. في تعليمات بتتنفذ على أرض الواقع، كانت هذه التعليمات موقوفة في فترة معينة. أنا شاهد عياني. يعني أنا كنت شاهد عياني. النهاردة التوجهات الرئاسية كل الأراضي، ويمكن سيادة الرئيس قال الكلام ده النهاردة في خطابه، إن أنا كل الأراضي لازم أركز على محاصيل استراتيجية تحل مشاكلي. ومن هنا أنا بقول لسيادتك إحنا بنشكر المجهود اللي بتقوم بالقوات المسلحة المصرية، وخاصة ممثلة في جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إن هي النهاردة بتستصلح مساحات قرابة المليون فدان، وإن المليون فدان فيهم 60 أو 70% منهم بيتزرعوا قمح كمحصول استراتيجي. فمين كان هيغطي هذا الكلام؟ إحنا لما نكمل في 2024 المساحة المستهدفة لـ 4 مليون فدان هتستصلح، وقول 60% يعني 2.5 مليون فدان جداد هيدخلوا في دائرة زراعة القمح بخلاف أراضي الوادي والدلتا القديمة والأراضي المستصلحة الأخرى، فأنت هتصل بنسبة كبيرة جدا بالاكتفاء الذاتي من القمح، وخاصة قمح الخبز. العيش اللي هو العيش اللي احنا بننتج النهاردة، احنا عندنا 70 مليون مواطن. أيوة. بياخدوا كل يوم عيش. الدولة بتوفر 350 مليون رغيف عيش، والرغيف عيش بخمسة قروش، خلي بالك يا مش في الدنيا يعني. ضغط رهيب. الطن القمح احنا بنستورده النهارده، في استيراده انت بتستورد 8 مليون طن غزال تموين، النهارده الطن ب 350 دولار، يعني انت بتتكلم يمكن سياده الرئيس اشار ليها 350 مليون دولار عشان اجيب طن قمح. فانت شوف ال 8 مليون طن بكام؟ فوق المليار و200 مليون مصر بتدفعهم. فطبعا انت كل ما بتزود وبتقدر تقفل هذا الجاب، فانت كانك بتعمل ميزه نسبيه ومعادله اخرى، بتوفر فلوس في العمله الصعبه وبتحقق الاكتفاء بتاعك الذاتي. فمصر ان شاء الله ترجع. انا شايف ان احنا لو ماشيين بهذه الخطوات في حدود من 4 لـ5 سنين هنصل الى الاكتفاء الذاتي في رغيف الخبز باذن الله. طيب، انا مذيع على قديمه بتاع ما بفوتش اي حاجه، انه سيادتك قلت كان في تعليمات صدرت، او دلوقتي في تعليمات صدرت، او بقالنا فتره في تعليمات صدرت، لانه في اراده سياسيه حقيقيه متعلقه بهذا الملف، الا انه هذه التعليمات كانت موقوفه لفتره وانا شاهد عيان. الفتره دي كانت من سنه كام لسنه كام يا دكتور؟ بص يا فندم، انا كنت في مشروع توشكا من سنه 98 مع بدايه مشروع ده. من البدايه خالص، من البدايه ومع انشاء مشروع توشكا. انت عارف الكلام، وكان يعني طلع شويه منشطات كده كانوا في بعض الجرايد في الاخبار وفي الاهرام والكلام ده، ما كنتش انا كان مسؤول عنهم، ولكن يعني عايز اقول ان في الاخر حصل توجيهات ان هذا الموضوع موضوع حساس كدوله ما نتكلمش في هذا الموضوع، وان هذه المشروعات اتعملت للاستثمار الحر، للاستثمار الحر، خلي بالك من الكلمه دي، يعني اللي عايز يزرع اي حاجه يزرعها بطريقته.
ويزرع اللي هو عايزه، فبالتالي مش هندخل في قصه المحاصيل الاستراتيجيه في هذه المناطق. وصلت الفكره؟ وكانت شرق العوينات يقول لك انت بتطلع الميه تكاليف يعني استخراج الميه فالتكلفه عاليه، وبالتالي لو انت زرعت قمح يبقى هتخسر بالنسبه للاسعار المحليه واسعار السوق العالميه. فدي على طول تعرف ان كان في امور معينه وفي تحديمات، فانت كان في مصالح معينه ومعروفه ان كانت هناك دول بتضغط بشكل معين ودول كبيره جدا على مصر في موضوع استيراد زراعه القمح والتوسع في زراعه القمح وموضوع تربيه الاصناف وان احنا نوصل يعني نقطع شوط في هذا الاتجاه. يعني الكلام ده يعني مش مفروض ان انا اتكلم فيه. ده لازم كنا نتكلم بصراحه. ما هو انا بقول سيادتك اهو انا عندي اراده سياسيه. هذه الاراده السياسيه هل تتصور يا استاذ يوسف ان مصر بما تستصلحه من 4 مليون فدان يساوي ما استصلحته مصر من ذات الثوره من 52 لحد 2011؟ يا نهار ابيض. يبقى انت بتتكلم في ايه؟ انت بتسابق الزمن، انت بتسابق الزمن، بتعمل شيء. النهارده انت عندك نمو سكاني، عندك 100 مليون 102 مليون نمو سكاني 2%، موارد بتلتهم. هل تتصور لما كانتش الاراضي دي بتتعمل ماذا كان حال الدوله المصريه؟ طب انا عندي سؤال صغير. اتفضل. وده مش متعلق بمساله الشاهد على العصر والشاهد على مرحله، ولكن هنا هو سؤال فعلا يعني في صلب الموضوع. انا علشان على نهايه 24 هقول 25 عايز اوصل لمستهدف الاكتفاء الذاتي، ده محسوب في معدل الزياده السكانيه بتاعتي ولا؟ اكيد. وبعدين في سيادتك في نقطه ثانيه ناقصه عندنا. احنا خلي بالك احنا بنشتغل في كلمه قمح بيور، يعني بنخلط بنطحن قمح. أيوة. طب انا لو دخلت مباشره دلوقتي الذره البيضاء في عمليات الخلط بنسبه 20% هو ما كان موجود قبل كده. حاصل الى الاكتفاء الذاتي بسرعه كبيره جدا مع كل الزيادات دي. عظيم جدا دكتور. انا يعني هذا الكلام جداً. موجود ومحسوم والدراسات موجوده، واعتقد ان الدوله يعني في جزء تاني متوازن. خلي بالك احنا بنتكلم في محاصيل حبوب، عندي محصول القمح وعندي محصول الذره وعندي الرز. الرز 50 مليون مواطن بياكل رز في وجه بحري. ايوه. خلي بالك ده بيقلل الضغط على الايه؟ على القمح. يعني 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 مواطن الوجه البحري بياكل الرز في الوجبتين غدا وعشاء. فما بياكلش عيش. ايوه. فانا لو عملت له نقص في الرز، يعني لو في نقص في الرز يبقى في الاخر هيجي ايه؟ هيضغط على رغيف الخبز. صح. انا محتاج ان انا ابقى في عندي سياسات فانا بوزن. اوزن بالظبط، وفي نفس الوقت احقق الاكتفاء الذاتي من الرز، ويبقى اذا كان في عندي جزء من التصدير يبقى انا برجع لجزء من التصدير. صحيح. فهنا اللي التوازن اللي موجود ده ما بين الثلاث محاصيل نمره 2، انت عارف ان القمح والذره والنخالة اللي طالعه من ده وده هي جزء في غذاء المشي. ايوه. يعني هي جزء من يعني بتخش في تصنيع الاعلاف. هي دايره متكامله. طبعا. استفيد انا من كل هذه العناصر، فانا النهارده لما اعمل ازرع في الصيف خلي بالك الذره لا يتعارض مع الايه؟ مع القمح في الموسم بتاعه. فبالتالي انا محتاج ان انا اكثف على زراعه الذره في المحصول الصيفي، وبالتالي هقدر اعمل جزء من الانتاج الحيواني اغطيه، الذره بستخرج منه الزيوت، فلما احط اصناف انتاج الزيت وانا عندي عجز في الزيت هاخد منه اللي هي النخاله بتاعته، هاخد من القمح النخاله في الشتوي، كل الامور دي المفروض ان احنا ان شاء الله بهذا الكلام بهذه المساحات اللي بتتزرع وهذه المساحات اللي بتستصلح، هي دي النقطه التحدي الكبير ان يتم استصلاح هذه المساحات. النهارده هذه المشروعات صرفت كزراعه اكثر من 700 مليار جنيه، خلي بالك سيادتك حجم الاستثمارات. أيوه. في المشروعات دي في الاربع خمس سنين الاخيره دول انت بتعمل مشروعات غطيت مصر من الجنوب من عندك من توشكا للعوينات للوادي الجديد فوق للدلتا الجديده على سينا، فكل دي مشروعات في حوالين النيل غرب المنيا، عندك مشروع غرب كومومبو، فانت بتعمل خلخله. شط راس وجه بايه؟ ان احنا نبتدي نعمل الهدف الاساسي هو المجتمعات الزراعيه الصناعيه المتكامله. صح. فانا لما يبقى عندي صناعات قائمه على المشروعات الزراعيه بتاعتي اللي انا بعملها، وطبعا لكل منطقه ميزه نسبيه، يعني انا في توشكا في ميزه نسبيه، العوينات لها ميزه نسبيه، مشروع غرب الدلتا اللي هي الدلتا الجديده لها ميزه نسبيه، فكل منطقه ليها الصناعات اللي هتبقى قائمه عليها، وبالتالي
الصناعه دي ايه؟ يعني افراد واقامه وناس ورديات بتشتغل ونقل ولوجستيات وطرق. خلاص انا بتكلم على مجتمع متكامل يعني، فاحنا ده اللي عمل وتعليم وسكن وتجاره بينيه الى اخره. انا عايز اشكرك جدا 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 يا دكتور حقيقي يعني، واتمنى ان احنا نتقابل قريب في البرنامج ده، محتاج اسمع كتير بجد يعني. كل الشكر للدكتور علي اسماعيل عضو لجنه تحديث الري بوزاره الزراعه واستصلاح الاراضي.